والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس. ورغدة أبو ليلى مرة أخرى. شكرا لكما. والآن فمع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 33-24 الطقس حار، الإسكندرية 30-24، مطروح 30-23، بورسعيد 31-26، الإسماعيلية 33-24، ننتقل إلى السويس 33-24، العريش 30-23، طابة 35-27، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-29. بالنسبة للأقصر 41-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 38-29، أخيرا حلايب 36-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.